بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي أول مرة يشوف فيديوهاتي، أنا منى ثروت، مصممة اكسسوارات، بشكل السلك النحاس، وبدأنا من فترة فيديوهات تعليمية لتشكيل السلك النحاس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. اشتغلنا مع بعض قبل كده، عملنا المربع بالسلك النحاس، وكنا اشتغلناه كدلاية واشتغلناه في كذا تصميم. النهاردة ان شاء الله هنشتغله بس على شكل مصغر، هنعمل منه حلق. هنحتاج سلك الملي 1 ملي، والسلك 8/10 عشان الهوك بتاع الحلق. احنا اتفقنا نعمله بالسلك الاقل عشان يبقى خفيف على الودن على قد ما نقدر. وهنحتاج مسمارين، وهنحتاج احجار هنشتغل بيها، احجار كبيرة وصغيرة عشان نعمل الحلق بتاعنا. ونحاول على قد ما نقدر ان الحلق يبقوا الاتنين شبه بعض او مقاسهم قد بعض. هنبتدي على طول نسمي الله. هنحتاج طبعا الزرادية المربعة دي، بستفاد بيها في شغل التشكيل المربع، بتسهل عليا. انا عايزة اعمل شكل مصغر من المربع بالشكل ده. كده انا شغالة كده بالسلك الملي. اللي حابب يعمله كبير برضو بيبقى شكله حلو. في ناس بتحب تلبس الحلق يعني ضخم او مقاسه كبير، على حسب ما انا بحب، او على حسب كمان انا لابسه ايه في رقبتي. لو انا لابسه حاجه رقيقه في رقبتي ممكن البس خاتم، البس سوري حلق كبير بالمنظر ده. انا شايفه كده كفايه، انا بس عايزه اعمل معاكم الشكل المصغر ده. هاجي هنا وهقص، ده اول مربع، وهعمل المربع التاني، هحاول اخليهم شبه بعض على قد ما اقدر عشان نعمل الحلق مع بعض باستخدام الزرادية المربعة. بحاول ان انا اشكل المربع بتاعي كده. ممكن يتعمل طبعا بالملي ونص على اساس ان التخانة بتاعته تبقى اعلى. انا عايزاه خفيف، مش هحط فيه احجار كتير. كل اللي هحطه فيه حجر من تحت بمسمار، وهحط كمان حجر من فوق صغير في الهوك. نحاول نعملهم بالمقاس، مقاس بعض بالشكل ده تقريبا، هما كده. قد بعض باجي من هنا، هنقفل الفتحة بتاعت القفلة الأخيرة للحلق، هقصرها شوية، هقفلها دايرة عادية خالص كده، والناحية التانية برضو. استخدام الزرادية المبرومة كده، لازم اظبط فيهم على قد ما اقدر يبقوا الاتنين نفس الشكل او نفس
المقاس كمان، فهعمل كده. الهوك هنعمله من السلك 8 من 10. الهوك ده اللي هو الجزء اللي بتلبس في الودن، عملناه برضو قبل كده مع بعض كده. باجي هنا انا هركب فيه حجر برضو بالشكل ده، وهقفل كده. وعايزة الهوك بتاعي يبقى صغير، مش عايزاه كبير، مش عامله على عمود الخواتم، هلفه عادي على، هاخد بس الشكل. احنا عارفين النحاس بيبقى وهو لسه بشتغله بيبقى مرن قوي، بعد شوية بيقسى او بينشف شوية كده. اهم حاجة الجزء ده انا مش هتنيه، ده الجزء اللي بيتحط في الودن. هستخدم المبرد بتاعي وانعم الطرف ده، الجزء ده مهم جدا. بعمل كده احاول ادي تانية صغيرة عشان الحجر بتاعي ما يفضلش طالع نازل بالشكل ده كده، تانية بسيطة كده. وهتني الجزء اللي بيدخل في الودن عشان سهولة دخوله في الودن بالشكل ده، وبعدين هبتدي اركبه في الحلق بتاعي بالشكل ده. واخر حاجة في فردة الحلق هجيب مسمار نحاس كده وهركب فيها الحجر. طبعا احنا عملنا مع بعض شغل بالاحجار دي قبل كده، عملنا خاتم وعملنا دلاية وعملنا عقد. فهاجي هنا هركب الحجر باستخدام المسمار، هلفه كويس واثبته في الجزء ده. هيبقى الحلق بتاعنا بالشكل ده. هكمل الهوك التاني كده، اهم حاجة في الحلقة بس المقاسات تبقى واحدة، نحاول على قد ما نقدر نظبط مقاساتنا كده. نفس اللي عملته في الهوك التاني، البرد بتاعنا يبقى في اتجاه واحد. وبتني وبركب الحلق بتاعي. وركب المسمار.
اظن كده خلاص. طبعا مع التشطيب اكيد هشطبه اكتر، في حاجات عايزة تتظبط. ده كان حلق بالتشكيل السلك النحاس على شكل مربع، وبرضو الهوك بتاعه بالنحاس نفس الشكل مع الأحجار العقيق باللون الأصفر. يا رب يكون سهل وبسيط، ومتشكرة أوي لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب أكون قدرت أفيدكم، ولو عجبكم الفيديو ده ياريت لايك وشير للفيديو واشتراك للقناة، وما تنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم